ست طرق للنجاة من هجمات الحيوانات البرية. هل تعلم ما عليك فعله إن وجدت أسداً جبلياً يعترض طريقك؟ كيف يجب أن تتصرف إذا واجهت ذئباً غاضباً؟ يمكن لمواجهة الحيوانات البرية تحويل يومك الممتع إلى معركة لحياتك. قبل الذهاب للتنزه، واصل المشاهدة لمعرفة كيفية التصدي لهذه الحيوانات الست الخطرة، واحرص على العيش لتروي لنا الحكاية، ولا تنسى الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الإشعارات للانضمام إلينا في الجانب المشرق للحياة. 6. الدب الأمريكي. قد تكون الدببة لطيفة على شكل دمى، ولكن مواجهة إحداها في الحياة الواقعية قد يمثل تجربة مرعبة لك. ببساطة، الدب الأمريكي هو دب بني، وهو الأكثر عدوانية بين جميع الأنواع. فإذا كنت في وسط الغابة وواجهت دباً أمريكياً، فلا تحاول الهرب منه. يمكن لسرعة الدببة أن تصل إلى ما يزيد عن 64 كيلومتر في الساعة، لذا لن يتمكن أي إنسان من التفوق عليها حتى يوسين بولت، أسرع شخص في العالم. إذا لاحظ الدب وجودك، لا تقم بالنظر إليه بصورة مباشرة، وابدأ ببساطة بالابتعاد عنه. وإذا بدأ الدب بالاقتراب منك، فاثبت بمكانك ولوح بذراعيك وتحدث بصوت مرتفع. الدببة بحاجة إلى معرفة أنك إنسان ولا تهددها. إن لم ينجح هذا وبدأ الدب بمهاجمتك، إن كنت تملك رشاش الفلفل فقد حان وقت استخدامه. وإذا هاجمك الدب بالفعل، استلقي على جانبك وتظاهر بالموت. تأكد من الانتظار بما يكفي لمغادرة الدب للمنطقة قبل طلب المساعدة. 5. الثور. من المحتمل أكثر أن تواجه الثور الأمريكي في مكان ما، كحديقة يولوستون الوطنية، أو أثناء ذهابك في رحلة سياحية استكشافية. تحدث سنوياً عدة هجمات للثيران، عادة للأشخاص الذين ينسون أن الثور حيوان بري ويغامرون بالاقتراب منه. إذا اقتربت من ثور، فإنك تخاطر بتعريض نفسك للالتهام والنطح والدهس. وفي حال غضب منك، يمكن أن يرميك في الهواء، مما قد يؤدي لفقدان الوعي وجروح إما طفيفة أو خطيرة. قد يصل وزن الثيران إلى 998 كيلوغرام. حتماً لا ترغب بأن تكون في هذا الموقف. إذا غضب الثور منك، قم بأسرع ما يمكنك بالبحث عن ملاذ. قد يبدو بأنه بطيء نظراً لثقل وزنه، ولكنه سيلحق بك إن لم تسرع. احتمي خلف صخرة ضخمة أو جسم كبير. إن كان لا يزال الثور يلاحقك، قم بالدوران حولها. وإذا استمر بمطاردتك، عليك أن تتسلق شجرة، ففي النهاية سيتركك الثور وشأنك. تذكر بأن الثور لا يريد أن يأكلك، هو فقط منزعج لاقترابك منه. 4. سمكة القرش. إذا تحول يوم جميل في البحر إلى موقف حياة أو موت بالنسبة لك، ووجدت نفسك محاطاً بأسماك القرش، فلا داعي للذعر. إذا كانت سمكة القرش قريبة منك ومجرد عابرة سبيل، لف نفسك على شكل كرة قدر استطاعتك، وحاول ألا تحدث الكثير من التلاطم بالمياه. وإن بدأت بالدوران حولك، فلا تدر ظهرك لها ولا تشح عينيك عنها. تفضل الكثير من أسماك القرش مفاجأة فرائسها، لذا إن وجدتك تراقبها قد تتركك وتذهب. عندها حاول التراجع بالسباحة ببطء للوصول إلى المياه الضحلة. تقوم سمكة القرش بالهجوم عليك إذا اعتقدت بأنك ستنافسها على الطعام أو لاعتقادها بأنك سمكة كبيرة. وإن تفاقم الوضع وبدأت بالفعل بالهجوم، حاول ضرب المناطق الحساسة في جسمها. سيكون الأنف هدفاً جيداً، ولكنه قد يترك يدك قريبة جداً من فم القرش. النقطة الأخرى الحساسة جداً هي الخياشيم. ترغم الضربة القوية هنا سمكة القرش على التراجع. 3. أسد الجبال. يشار إليه أيضاً باسم كوغر. عادة ما تكون أسود الجبال منغلقة على نفسها ونادراً ما تلحظها. قد تمثل مواجهتك لأحدها موقفاً مروعاً. قد يصل وزن أسد الجبل الناضج إلى 91 كيلوغرام، وهي حيوانات مفترسة قوية. أفضل وسيلة لمنع أي هجوم هي بالذهاب للتنزه برفقة أحد، وترك الكلاب في المنزل. إذا كنت وحيداً وواجهت في طريقك أسد الجبل، ستكون بحاجة إلى التحكم بالصياد الذي بداخلك، وسيقيم أسد الجبل إذا كنت فريسة أم لا. هذا ليس الوقت المناسب للخجل. عليك إخبار الكوغر بأنك أنت القائد في هذا الموقف،
وأنك لن تستسلم دون قتال. اجعل نفسك أكبر حجماً مما أنت عليه باستخدام ملابسك ومد ذراعيك. تحدث إليه أو اصرخ عليه واثبت في مكانك مع مواصلة التحديق به. إياك أن تهرب أو تدير ظهرك لأسد الجبل، ففي بعض الأحيان سيتراجع بمجرد أن يعلم بأنك بشري. إذا نسيت ما عليك القيام به وبدأ أسد الجبل بالهجوم، لا تتظاهر بأنك ميت، وبدلاً من ذلك قاتل بكل ما أوتيت من قوة وابق واقفاً. 2. التمساح. إذا كان التمساح على اليابسة وبدأ بمطاردتك، فاهرب بأسرع ما يمكن بخط مستقيم. تكون غاية معظم التماسيح من مهاجمة البشر حماية أراضيها، وإذا كنت في الماء وتعرضت لعضة تمساح فأنت بحاجة للقتال بكل قوتك. للتماسيح أقوى عضة بين الحيوانات حالياً، ولا ينافسها سوى القرش الأبيض الكبير. يمكن لتماسيح المياه المالحة القضم بقوة عضة تبلغ 25,510 كيلو باسكال، لذا إن عض التمساح جزءاً من جسمك فلن تكون هناك فرصة لفتح فكيه. جلد التمساح سميك جداً ولن تكون قادراً على اختراقه، كما أن العظام تشكل النسبة الأكبر من رأسه، لذا لن تتمكن من إلحاق الضرر به باستخدام جسدك. أضعف ما في جسم التمساح هو عيناه، فإذا وجدت نفسك في هذا الموقف الصعب عليك ضرب عيني التمساح بأصابعك أو لكمهما. يعلم التمساح بأن عينيه هما نقطة ضعفه ويجب حمايتهما، لذا ستكون هذه أفضل فرصة للتمساح ليدعك تذهب. 1. الذئب. إذا صادفت ذئباً هدفك الأول هو الحيلولة دون تصعيد اللقاء إلى هجوم. بإمكان الذئاب مطاردتك بسرعة تتجاوز 61 كيلو متر في الساعة، لذا عليك محاربة غريزة الهرب، حيث سيثير هروبك غريزة الهجوم عند الذئب. وحتى لو كنت شخصاً قوياً في حياتك العادية ستكون بحاجة لتحويل نفسك إلى شخص خاضع كي لا يراك الذئب كمصدر تهديد له. أخفض رأسك ولا تحدق به وانحني قليلاً للأسفل. إن لم يصدق الذئب تمثيلك قد يبدأ بالزمجرة والاندفاع نحوك، وإن فعل ذلك فسيحين وقت تغيير الأسلوب من الخضوع إلى القوة. عليك أن تظهر للذئب أنك لست هدفاً سهلاً. اصرخ بصوت مرتفع وكن عدوانياً. قد تكون في مرأى الذئب ولكنه تراجع كفاية لتهرب. لا تلتفت للذئب. حاول العثور على مجموعة من الناس أو إشعال النار أو تسلق شجرة حيث لا يمكن للذئب أن يتبعك. إن لم تتمكن من الهرب قاتل بكل ما تملك. حاول ضرب وجه الذئب وأنفه كونهما حساسين للغاية. نأمل بأنك قد تعلمت بعض المهارات المنقذة للحياة للخروج منتصرا في جميع هذه المواقف. أخبرونا يا رفاق، هل واجهتم أي من الحيوانات البرية؟ أخبرونا بذلك في التعليقات أدنى، ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم، إضافة إلى الاشتراك بقناتنا للبقاء في الجانب المشرق للحياة.